وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من الإعلاميين السعوديين أن الإعلام المصري والسعودي قادر على تحريك الإعلام العربي ومواجهة أي تحديات خارجية. ما في شكل أنه الزيارة هذه زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر هي زيارة مهمة في توقيتها وفي مضامينها. احنا نعرف أنه هناك تنسيق كبير بين الجانبين السعودي والمصري في كثير من المواقف اللي ممكن تمر المنطقة فيها حاليا. هناك ظروف متغيرات كثيرة سواء على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، وفي مستجدات بتواجه المنطقة، وبالتالي من المهم أنه التنسيق السعودي المصري يكون في أعلى مستوياته، لأنه هو صمام الأمان للأمن الإقليمي العربي. وأنت تعرفي أنه المنطقة العربية الآن بتمر بمتغيرات كبيرة وفي ظروف كبيرة، خاصة أنه الأحداث المتسارعة بدأت تؤثر، وهناك أيضا في الحرب الأوكرانية في جانب آخر، في جوانب مؤثرة في على مستوى المنطقة. الزيارة لها أهمية كبيرة أيضا لأنه هناك تنسيق كبير بين السعودية ومصر، وأيضا هناك علاقة شعبية قوية بين البلدين. لا تنسي أن هناك أكثر من 2 مليون مصري يعيشون في السعودية ويعملون، وهناك جالية ضخمة سعودية تعيش في مصر معززة مكرمة، وأيضا هناك علاقة اقتصادية قوية بين البلدين، وحيكون هناك اتفاقيات اقتصادية كثيرة وسوف تنعكس بشكل إيجابي على البلدين. وهناك أيضا القمة المقبلة التي سوف تكون في جدة، في القمة الخليجية وبحضور الرئيس المصري والرئيس العراقي والملك الأردني في اجتماع مع الرئيس الأمريكي. هذه القمة أيضا مهمة من ناحية ما سوف تطرحه من قضايا، مما يتطلب أيضا مسألة التنسيق بين القيادات والنظر في جميع الملفات حتى تكون نتائجها مثمرة إن شاء الله. أنا أعتقد أن مثل هذه اللقاءات تعطي الإعلاميين فرصة على أنهم يقودوا المشهد الإعلامي بشكل أفضل، يكون لهم بصمة حقيقية في كل ما يدار من تطور سواء في الدولتين. وأسعداء جدا بهذا اللقاء. مثل هذه اللقاءات هي من تصنع الفرق، هي من تعمل على تحريك الإعلام العربي أن يكون مؤثر وأن تكون جبهة واحدة أمام أي تحديات خارجية.